الشعبي في المركز الاول، تهانينا والنمس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة الافاضل، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسرور. ايها الاخوة الافاضل، نتواصل في هذه الانطلاقات المستمرة وفي هذا اليوم الرابع على التوالي من عمر هذا المهرجان الذي يقام هنا سنويا في دولة قطر وعلى ارضية هذا الميدان، وتحت رعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني ولي العهد الأمين. تستمر هذه الفعاليات وتستمر هذه الأشواط سنا تلو الآخر، وهذا سن الجذاع يبدأ معنا في هذه الفترة الصباحية وفي هذا اليوم بالتحديد، سواء فترتنا الصباحية المخصصة لهذه الجوائز العين القيمة، وكذلك مع الرموز أيضا لنفس السن في مساء هذا اليوم وفي أمسية التراث أيضا الذي سنشاهدها وإياكم بإذنه تعالى في مساء هذا اليوم. نبدأ بداية مع هذا الشوط الخامس المخصص للجذاع البكار ضمن هذه الأشواط العامة، وبداية مع العنود من تحتل المركز الأول وتقود هذه الجموع عبد الهادي بن علي بن عجلان المري مع العنود، ومع انطلاقة العنود نتابع وإياكم المركز الثاني الشاهينية، تعود ملكيتها للسيد محمد بن علي بن مبارك الكاموخة من تحتل المركز الثاني، نتابع المركز الثالث. القدوم والوصول من هوايل في المركز الثالث تعود ملكيتها للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري في هذه الجائزة العينة. الله يا سلام، العنود في المركز الأول، 1200 متر، 1200 متر يا بن عجلان، 1200 متر، عبد الهادي بن علي بن عجلان المري هنا مع مقدمة هذا الشوط، مع العنود، مع العنود ومع انتصار العنود، الكيلو الأخير يا بن عجلان، ما بقل القليل، راح الكثير وما بقل القليل. بينما هنا في المركز الثاني نشوة تصل في المركز الثاني، خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي من تأتي، أو هنا نعم هذه نشوة لخليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي من تأتي على مستوى المركز الثاني. بينما هنا في المركز الثالث القدوم والوصول على مستوى المركز الثالث من جبارة لعلي بن محمد العجمي، وهنا في المركز الرابع القدوم في أول نداء للرابحة لسعيد بن منانس بن غدير الكتبي من تأتي على المركز الرابع، وهنا في المركز الخامس يصل بن رشدان على مستوى المركز الخامس. ولكن بنعود وإياكم إلى العنود، العنود العنود والستمية متر الأخيرة، الأوامر لم تصدر ولكن صدرت الأوامر على العنود. يا سلام، روح يا بن عجلان، روح روح مع الرقص يا بن عجلان، الامور ما تطمن، الامور ما تطمن. يا سلام، تتحرك نشوة، نشوة مشاهدينا الكرام، نشوة ايها الاخوة تنتشي، ولكن العنود العنود العنود، وهنا كذلك العنود الاخرى، عنود الخيالي وعنود بن عجلان، عنود الخيالي وعنود بن عجلان. يا سلام يا بن عجلان، الناموس الناموس نزفه ايها الاخوة الى الريان، الى الريان ومالك العنود عبد الهادي بن علي بن عجلان المري. الله، مبروك عليك النيسان الاستيشن يا عبد الهادي، يا بن علي يا بن عجلان المري، لحظة وصولها الى خط النهاية بامان وسلام. المركز الثاني العنود لمحمد بن احمد بن مطر الخيل، المركز الثالث وصلت نشوة لخليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، المركز الرابع تصل الرابحة لسعيد بن منانة بن غدير الكتبي، اما المركز الخامس وصلت في المركز الخامس حبيبة للسيد مقبول بن سالم السويدي الشمري. هكذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام كانت نتيجة هذا الشوط، نتابعوا اياكم التوقيت الزمني ولحظة وصول العنود بعد ان فازت معنا بهذا الشوط، وبقية السلامات هنا في ارضية ميدان الشحنية وبالاخص لعزبة عبد الهادي بن علي بن عجلان المري. هذه لحظة وصولها إلى خط النهاية، 9:27، 9 أجزاء من الثانية. نهني مالك العنود عبد الهادي بن علي بن عجلان المري المركز الثاني. وصلت العنود 9:29، 4 أجزاء من الثانية. نهني محمد بن أحمد بن مطر الخيلي، أما المركز الثالث
قد تصل في المركز الثالث مشاهدين الكرام. نشوة 9 دقائق 30 ثانية بالوفاء والتمام. نهني مالك نشوة خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي.